47 يوم توقف التبرع الإلكتروني على موقع فريق ملهم التطوعي، وبالتالي توقفت كفالات مئات أطفال الأيتام. رفضنا استقبال عشرات الحالات الطبية والإنسانية، كنا عاجزين عن استجابة لكثير منهم كانت عم تتعرض للقصف والنزوح. كنا كل الفترة عم نبذل جهدنا لنلاقي طريقة نرجع التبرع على الموقع، بس للأسف كان كل الشركات ترفض لأنه شغلنا مرتبط بسوريا. ومع هيك ميزنا والحمد لله قدرنا نحصل على ترخيص رسمي بفرنسا، وفتحنا حساب باي بال جديد وصار فيكم ترجعوا تتبرعوا مباشرة على الموقع، ورح نرجع لشغلنا بإذن الله مثل أول وأحسن. نرجع الكفالة لمئات الأطفال الأيتام والعائلات المحتاجة في سوريا ودول الجوار. رح نرجع نستقبل الحالات ونأمنها عن طريق. نحن رح نوقف مع أهلنا اللي عم يتعرضوا للقصف في طيران الأسد والطيران الروسي. طبعاً هذا كله بفضل انقلاب اللي عملناه بفضل الشباب الطيب. طبعاً هاي أول إصلاحات ولسه القادم معاكم.